طاقم تحكيم لهذه المباراة من غينيا أحمد سيكوتوري ده حكما للساحة، واثنين حكام مساعدين صديقي سيدي بي ومامادي تيري من غينيا أيضا، وحكم رابع عثمان كامارا. أما مراقب المباراة كوناتي بوبكر من الكاميرون. تاريخ مباريات النادي الأهلي وأندية غينيا الاستوائية. النادي الأهلي لعب مباراتين، فاز في مباراة وتعادل في مباراة، لم يهزم، جاب 4 أهداف أحرزت دخلت شباكه ولا هدف. دوري أبطال إفريقيا طبعا في نتائج، النادي الأهلي في دور ال 64 فاز على نادي اطلع بره في المباراة الأولى 4-0، علي معلول جاب هدف، ووليد أزارو جاب جونين، وأحمد الشيخ جاب جون. ومباراة العودة 9-0 نادي اطلع بره من جنوب السودان، هزم من النادي الأهلي 9-0. صلاح محسن جاب جونين، حسين الشحات جاب 3، أحمد فتحي جاب هدف، حمدي فتحي جاب هدفين وهدف عكسي في آخر هذه المباراة. أما نتائج كانو سبورت في دور ال 64، كانو سبورت فاز على ميكيل كينيما من إثيوبيا 2-1. أما مباراة العودة فانتهت بالتعادل الإيجابي ما بين الفريقين. طيب.